أعطينا أفضل مجدكم اليوم التزموا جميعا بصوت تحية، التزموا اليوم اختلفت حياتنا اليومية، فمزيدا من التزام، مزيدا من التزام خطوات في أسبانيا، الله يجزيكم بخير، هنا مجهود حياتنا اليومية، هنا الطاقة مجهود أيامنا الحالية. جينا عندكم اليوم باش نأكدوا مسألة أخرى مهمة جدا، أن المعركة ضد الفيروس لا زالت طويلة ومستمرة. ما بغيناش نوليو نرجعوا لحاله ديال التراخي اللي ممكن ترجع بينا الحاله ديال الوباء يزيد ينتشر. بغينا اليوم ناكدوا لكم انه المعركه ضد الوباء لازالت مستمره. احنا اليوم من داخل حي بطاعه، من داخل الملحقه الاداريه سيدي بوجيده كمجتمع مدني، احنا اليوم هنا من اجل استمرار في العمليه ديال التحسيس والتوعيه لمجموعه من الاسباب. السبب الاول هو اننا باش نهنيو ونحييو المواطنين والمواطنات ديال سيدي بوجيده على التفاعل الايجابي ديالهم مع التحسيس مع التوعيه، احتراموا التدابير ديال الوقايه الصحيه، وهذا الشيء اللي ساهم في النزول ديال العدد ديال المصابين والمصابات. المسألة الثانية هو أننا نأكدوا للمواطنين والمواطنات أنه فيروس كورونا لازال مستمرا، فما يمكنناش أننا نرجعوا لواحد الحالة ديال التراخي، وخص ضرورة ديال الاستمرار في التدابير ديال الوقاية الصحية وديال التباعد الاجتماعي وديال الاحترام ديال النظافة الشخصية. المسألة الثالثة لكي نؤكد للمواطنين والمواطنات أنه المعركة ديال القضاء على الفيروس هي معركة مشتركة يقودها صاحب الجلالة بمعية كل الفاعلين والمتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني أطر طبية شبه طبية، ولكن الرقم الأساسي في هذه المعادلة هو المواطن الذي يجب أن يعمل جاهدا على التفاعل وحسن التماهي مع هذه الحملات التحسيسية بروح وطنية صادقة وبمسؤولية كبيرة. أنا فاعلة جمعوية من جمعية نساء لتعليم الصلاة والخياطة. بون حنايا هنايا باش نوعيو الناس ان الفيروس مازال ما سالاش، الفيروس مازال كاين معانا، الخطوره باقه، يعني ما خصش الناس ياخذوا ان واخا كاينين الحالات قليله بزاف دابا راه كتسجل في فاس، ولكن هادشي ما كيعنيش ان الفيروس ما بقاش. الوغ خصنا نبقاو واخدين التدابير اللي كنا واخدين في الاول، الكمامه، التعقيم، التباعد وما الى ذلك. صيفتي كفاعله جمعويه بجمعيه المجد النادي الرياضي، احنا هذا النهار قمنا بهذه العمليه التوعويه والتحسيسيه باش نوعيو المواطنين والمواطنات خصوصا السكينه ديال بوطاعه، لانها نظرا للاحصائيات اللي قامت بها وزاره الصحه لقات على ان عدد كبير من الاصابات اللي تواجد في سيدي بوجيده كان في منطقه معينه محدده هي هاد بوطاعه. داكشي علاش دابا اليوم طوقوها وكيديروا هاد الاجراءات هادو. وفي صفتنا احنا كفاعلين جمعويين او كمجتمع مدني او رجال الامن او السلطات المحليه، كلشي قايم بالواجب ديالو، هادشي كله كنديرو في الصالح ديال المواطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.